ما شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب. عم ميلاد. صباح الفل. صباح الخير عليك وعلى مشاهدين ومتابعين موقع ابو كبير ميديا. عاملين ايه؟ بخير الحمد لله. عم ميلاد ملوحة مزبدة وزي الفل. أكيد طبعا. لازم نروح تبقى مزبدة عشان زباين الحلوين. زباين الحلوين. انت عاملين ايه المهم؟ بخير الحمد لله. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان وشم النساء. كل سنة وانت طيب يا عم ميلاد. طيبين الله يخليك. الناس تفطر ملوحة النهاردة؟ لا شكلها ما يفطروا ملوحة لا. هو الناس مش بتحب تيجي. هي الناس بتاخد الملوحة ما بتقدرش تقاوم بقى جمال الملوحة بتفطر. تفطر ملوحة بقى النهاردة الناس. من عيني حاجة حاجة. من ست الكل الغالي هنا دي الكلب البحر البلدي دي كلب البحر البلدي بتاع السد العالي بتاع السد العالي مزبط الاحمر الدلع مش الحاجه ده الدلع ده الدلع اكيد طبعا اهم حاجه طمنونا على ملوحه عم ميلاد اللي بتاخدوها من هنا 100 هتطلعوا معانا يا جماعه دلوقتي احلى ملوحه احلى ملوحه طمنونا على الملوحة يا جماعة ايه رأيكم فيها؟ ايه رأيكم فيها الملوحة؟ هريسة هريسة قولي لنا بقى متعودين من عم ميلاد ايه بقى في الملوحة؟ دي بقى نوعها ايه بقى يا عم ميلاد؟ دي كلب البحر السفروتة كلب البحر سفروتة كلب البحر اسمها سفروتة؟ راية راية بدور حمرا ده تمام لسه بقى ندخل في التفاصيل بتاعت الملوحه عموما بس طمنا كده السنه دي اسعار الملوحه من كام لكام؟ من 200 220 250 من بتبتدي من 200 لحد 220 لا مش هي دي طيب خش. ما تقول لنا كده يا عم ميلاد الناس تسالك المكان فين؟ شارع بورسعيد بالميدوق الميدوق في توصيل للاسماعيليه في توصيل لجميع المحافظات كده كفي يا روح في الدول الخارج يا جماعه عم ميلاد بقى طمنا بقى على ملوحه العيد لا ملوحه العيد زي الورد كله انا جاهز على طول عم ميلاد احنا مش بنتكلم الزباين اللي واقفين هي اللي بتتكلم عايز ده كلب البحر بستان ده بقى الكلب البحر الكبير ده بالكيلو حتى بيجي يقول لي انا عاوز سمكيه واحده 2 كيلو عايز سمكيه كيلو كل واحد وطلبه كل واحد وطلبه كل واحد وطلبه يا جماعه حرفيا والله العظيم ده مش كلام وخلاص او اي حاجه بس عم ميلاد هنا عم ميلاد يختلف عن الاخرين ملوحه جمالها طبعا شكله وطعمه بصوا اللي انتوا يعني عايزين ملوحه حادقه بتاخدوها عايزين ملوحه دلعه بتاخدوها اللي الزبون بينقيه بياخده دي بقى نوعها ايه؟ دي كلب رايه ملوحه بلدي رايه دي بلدي رايه تمام عم هاني عم كريم عم كريم الملوحه البلدي بقى وجمال الملوحه البلدي هنا وشفا هنا وشفا دي بلدي طبعا صح؟ بلدي رايه بلدي رايه تمام العنوان بنعيده تاني شارع الميدوق السكه الجديده في القصريه اسيوط طبعا احنا هنا في اسيوط وعايزه اقول حاجه والله العظيم بجد جمال ملوحه اصلا اسيوط دي بتختلف عن الاخرين دي بتختلف عن الاخرين في وسط عامله 200 وفي 240
عم ملاد بقى قول لي كل واحد وطلبه. قول لي بقى عم ملاد بتظبط الملوحه للزبون ازاي؟ زي ما انت شايف كده الزبون بيقول لي عم ملاد اشرحها لك ظبطها له على الاكل على طول. يا رجل بص دي الملوحه الوردي. دي الملوحه الوردي طيبه على ابوها ولا الوان ولا ميه ولا اي حاجه. ولا الوان ولا ميه ولا اي حاجه. دي طيبه على ابوها. تمام. في ناس هتقول لك مثلا احنا ممكن شايفينها مصفره ولكن المره اللي فاتت قلت لنا المصفره دي ليها حاجه مخصوص يعني. طالعه الطبع ده وعشان زبديه. تمام. الملوحه يا جماعه دي يعني بصوا ما فيهاش الوان. في ازيد من كده تاني؟ لا ما فيش. هي اصلا جميله. الحمد لله. يا جماعه احنا في اسيوط هنا الناس كلها تعرف عم ملاك. لما يقولوا لهم رايحين مثلا سوق الميدوب او الاثريه لك لا ده اكيد عم ملاك هناك انت تشتري من عنده ملوحه. قول لي بقى عم ملوحه. اي قول لي بقى يا عم ملاك الملوحه دي مالها؟ شايفين؟ الف انا وشف الف انا. دي البلدي العادي دي. دي بتاعت السد العالي. دي بتاعت السد العالي. دي مش موجودة غير في السد العالي. مش موجودة في السد العالي. ومش موجودة غير عند عم ملاد برضه. الحمد لله. الحمد لله. عم ملاد بقى ما تنساش بنفسك بقى تدخل ترد على الناس في الكومنتات. إن شاء الله حاضر هفضل بس واللي عاوز أي حاجة جميع المحافظات أبعتها له. جميع المحافظات. يا جماعة يعني في توصيل كمان المحافظات. عايز واحده كبيره عيني حكيم معلم وزياده. اي والله يبارك لك. زي ما بنقول كام طحينه؟ ب 20. قول لي بقى يا عم ملاك ايه الفرق بين الكبير والصغير؟ هو بس بيفترق بالحجم بس. بالحجم بس. حجم بس. ما تراجع معانا الاسعار تاني. بس الكبيره بتبقى مزبده طبعا. ما تراجع معانا الاسعار قول لنا مثلا اللي قدامنا دي سعرها كام؟ دي 180 جنيه. دي 180. الاكبر منها والاكبر منها ب 200 والاكبر ب 220 والاكبر 220. كلب البحر بقى الكبير خالص 250 والكبير خالص 250. النهارده رفع السنه دي رفع شويه عن السنه اللي فاتت. السنه دي رفعت. احنا بنتوصل بسلسلة سلبي على فكرة. يعني ايه يا عم ملاد بنتوصل بسد اسيوط؟ احنا بنتوصل باسيوط بسد اسيوط. السنة اللي فاتت اسيوط ما غليتش مية فالانتاج الاسماك كان ضعيف فرفعت الاسعار. الصياد اللي كان بيسيب مثلا سمي او 50 صفيحة بيسيب 36 يعني السنة دي كمان اقل من السنة اللي فاتت. كتير. تمام. بس قول بقى يا عم ملاد الناس بقى لما تاخد الملوحه مثلا من دلوقتي تحفظها في بيتها ازاي؟ انا بحطها بحطها في برطمان. تمام برطمان. برطمان نظيف. تمام. بحط لها حته شطه حته زيت. حته شطه حته زيت. وتحطها في درب الثلاجه من تحت. تمام. ما يوصلهاش ميه غريبه خالص. ما يوصلهاش ميه غريبه. الناس بتسالك هو اللي بياخد بتجيله متنظفه؟ كل واحد وطلبه. كل واحد وطلبه. اللي عايزه متنضف بياخد اللي عايز ياخدها من غير اي تنظيف او اي حاجه زي ما هي كده زي ما هي بالشكل ده مثلا بياخدها. شايفين يا جماعه الجمال والله العظيم الريحه بتغلب اي حاجه. شكلنا بقى كده يا عم ميلاد النهارده هتغري الناس كده وتفطرهم ملوحه. كل سنه وانتم طيبين. الناس مش بتستحمل تاخد الملوحه البيت او تشيلها. الحته دي بقى يا عم ملاد اسمها ايه؟ ده كلب البحر نص كيلو. ابو سنين. ابو سنين.
طيب الكيلو الكبير بكام؟ 250. الكيلو الكبير 250. بصوا يا استاذة، شوفوا الزبدة كده يا جماعة. هتفطروا النهاردة، هتفطروا ملوحة النهاردة. هتتنضف دلوقتي؟ دي بتت... دي بقى وزنها كام؟ ده كيلو. ده كيلو. ماشي. علبة ولا كيس؟ عم مليد قول لي، الناس في العيد بقى بتفضل الملوحة العادية ولا ملوحة كلب البحر؟ يعني ايه ملوحه عاديه؟ كله كلب البحر. ملوحتنا ما يعلاش عليها. السد العالي ما يجيبش غير كلب البحر. السد العالي ما يجيبش غير كلب البحر. كلب البحر على طول. تمام، عشان في ناس بتسال الكبير احسن ولا الصغير؟ في ناس بتفضل اللحم الكتيره وفي ناس بتحبها كده تنزل منها. تمام. شحن الاسماعيليه بقى الناس بتسال عليه بكام؟ نعم. شحن الاسماعيليه الناس بتسال عليه بكام؟ لا هو انا ببعته له مع السواق بيكون هو بيحاسب 25. هو بيرضيه. تمام، ده على حسب بقى السواق اللي بيرضيه. طب وايه الفرق، ايه الفرق بين الكبير والصغير؟ دي سمينه لحمتها سمينه ودي ضعيفه شويه. الناس اللي بتكتب فانا بقول لها عشان برضو الناس تراجع معانا تاني. شايفين يا جماعه انا بس والله العظيم هوريكم بقى، يعني هيفتحها قدامنا زي ما بيقولوا لون على ابوه لما بيكون طالع. ده مش اي لون متضاف له. لا 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 مفيش الوان عندي. يا استاذه اجيب لك دي زي ما تطلع. الوردي الوردي زيد بس حاجه ولا لا؟ عايز واحد تمام. عشان هي طالعه ما فيش غيرها والله. علبه ولا كيس؟ كام؟ بصوا بقى استنوا. قلناش المره دي حركات وتكات. الحركات والتكات يا جمالو يا جمالو. الناس برضو بتسال تاني بكام الكيلو؟ يبدا من 250. يبدا من 200 ل 250 يا جماعه. اصلا اسيوط مشهوره بجد والله العظيم بالملوحه بتاعتها من غير اي كلام ومن غير اي حاجه. بس اسيوط يعني ليها حاجه كده زي ما بيقولوا شهره ملوحه مخصوص. وريني بقى يا عم ملاد اخر حاجه تظبيط البرطمان عشان بقى خلاص بقى كده. تعالى 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 على اسباني. دي اسباني اسمها؟ ده كلب البحر. ده كلب البحر. حبيبي حي كل عام وانت طيب. عم ملاد الناس بتقول لي ما تفصليش. ليه بس؟ والله لا نكمل. سنة طيبين. كل سنة وانتم طيبين. طمنونا يا جماعة على ملوحة عم ملاد. بص يا عم يا استاذ. تمام خلاص. العنوان بنعيد تاني على الجميع. احنا هنا في سوق القيصرية، سوق المجدوب. اهو ده التليفون بتاع المحل. ده التليفون والكارت. اللي عايز بقى ياخده سكرين شوت ياخده. دي الملوحه الاسواني. دي الملوحه الاسواني. السد العالي. السد العالي. السد العالي. عم ملاد عايزين بقى نظبط البرطمان ده تكميله. انا حابه بس اوريكم حاجه يا جمال وتكات يا عم ملاد. حبيبي لسه ما رحناش عند الطحينه برضه. هو الطحينه. طب العلبه دي بتاعت مين؟ بتاعت الحاج.
يا جماعه جربتوا ملوحه عم، جربتوا الطحينه بتاعت عم ملاد؟ ايه رايكم فيها؟ جميل، احلى ملوحه كمان. احلى ملوحه. طب ما تقولي لنا طنط كده كلمتين، قولي لنا، كلمي. خلاص ماشي. عم ملاد، الناس بتقولك في التعليقات ممكن تكسبنا اهو. عينيا. طب ما تعمل لهم بقى عرض ليشتري بقى محافظات. عينيا. طب ما تقوله لنا كده حاجه مفاجاه. العرض بتاعي الحاجه النظيفه اللي تاكليها تقول لي الله يبارك لك. الله يبارك لك. شفت طبق الطحينه؟ لا طبعا، ده سمك، سمك نهري لانه جاي من السد العالي. يا حاجه دي بقى الطحينه، دي بقى محطوط عليها ايه الطحينه دي يا عم ملاد؟ ديت حتى الاضافات بتاعتها. اه دي برطمانات الطحينه العاديه اللي احنا كنا شاريها من بره. تمام، بلاش عشان ما نجيبش. تمام، بفضل الطحينة وبحط عليها الاضافات، ميه القرفه، حط عليه الليمون، بس الخرطه السريه دي مش اي حد يعملها يا جمال. وانت ده بص يا عم ملاد، زي ما بنقول دايما، يا تكات يا حركات. كل عام وانتم طيبين. كل عام وانتم طيبين. الناس بيقول لك تحيه ليك من مكه. حبيبي كل عام وانتم طيبين، والشعب كله بخير، مسلمين ومسيحيين وكل الناس وكل العالم. احنا دلوقتي بقينا بنصوم مع بعض ونفطر مع بعض. في سلام على طول. امين يا رب العالمين. الناس بتقول هتخلونا نفطر. الناس بتقول لك احنا بنعمل لك مشاركه، كسبنا. عينيا. عم ملاد والله، طب المفروض اللي كاتبه لك كانت كسبها. عينيا ليك. كيلو. ورينا بقى عم ملاد. كل زبون على ومن العراق. كل زبون على قده، اللي عايز ربع، اللي عايز نص، اللي عايز كم، اللي عاوز 10 كيلو، اللي عاوز 2 كيلو، كله بيلاقي، كل واحد يلاقي طلب. قول لي بقى يا عم ملاد، هي دي ديلها احمر، انت فاكر المره اللي فاتت قلت لنا دي حاجه مميزه فيها؟ خليك ماسكهم كده؟ ده عم ملاد يا جماعه عشان تيجوا تشكروا على الملوحه. عم ملاد قول لي بقى، المره اللي فاتت قلت لي الديل الاحمر دي ليه حاجه مختلفه. 305 عندك مختلفة. فين العنوان؟ احنا هنراجع معاكم العنوان تاني. سوق الميدوب. في الميدوب الاثريه، محل النصر. بص عادي المفاجاه. كلام النصر. دي الورد. دي الوردي. ده الزبده. ده الزبده، شايفين؟ بص يا عم ملاد، انا هوريك التعليق ده بنفسك عشان تشوفه بس. خد، ما تدومش لحد. عم ملاد شوف التعليق ده بكام بنفسك؟ يا عم بتوصل الكويت. بتوصل الكويت؟ لو ليك حد في مصر نوصل معاه. حتى عليا. نوصل معاه. الخطه الجايه. الخطه الجايه. هيبقى توصيل جوي. توصيل جوي بقى. براجع معاكم تاني. عم ملاد بيوصل محافظات عادي، احنا هنا في محافظة اسيوط. كيلو الملوحة بيبدأ من 250 لحد من 250 لحد من 200 ل 250. شكرا ليك يا عم ملاد. احنا كنا سعداء ان احنا النهارده في ابو كبير كنا معاك. وكل عام وانتم طيبين والشعب كله بخير يا رب. اللهم امين. اعزائي الكرام، اعزائي المشاهدين ومتابعين ابو كبير ميديا في كل مكان، شكرا ليكم وشكرا لحسن متابعتكم. نلقاكم ان شاء الله في فيديوهات ثانيه كتير. ما تنسوش اسعار الملوحه هنا من 180 لحد 250، صح يا عم ملاد؟ صح مظبوط. ومن غير فلوس لاي حد. ومن غير فلوس لاي حد. من غير فلوس تاني لاي حد. دي الملوحه بقى اللي هي اللي بديل الاحمر بتاعت السد العالي، ودي كمان دي كلب البحر ودي كلب البحر. شكرا لكم اعزائي الكرام وشكرا لحسن متابعتكم. نلقاكم ان شاء الله في فيديوهات تانيه كتير. اللي عايز يتواصل الكارت عم ملاك، شايفين ده التواصل مع المحل، ده الكارت وده العنوان. احنا هنا في محافظه اسيوط.
شايفين؟ خدوها بقى سكرين شوت واعملوا بقى فيها اللي انتوا عايزينه. تكسبوا ان شاء الله تكسبوا. عم ميلاد اللي هيوصل له اللي هياخد لمحافظته هيعمل له عرض حلو جامد. شكرا ليكم، شكرا لحسن متابعتكم، نلقاكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.